جديدة من برنامج خطوط تماس. تمر هذه الأيام ذكرى مرور 24 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو المثير للجدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي هدف في ذلك الوقت إلى وضع إعلان لمبادئ لترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني. تم توقيع هذا الاتفاق برعاية أمريكية وفي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وإن اكتسبت هذه الاتفاقية اسم الوسيط السري الذي دخل على الخط وقت انعقاد مؤتمر السلام للشرق الأوسط في العاصمة الإسبانية مدريد عام 91، وهي النرويج، العاصمة النرويجية أوسلو عفوا، والتي سميت هذه الاتفاقية على اسمها. يعني كانت هناك مبادئ في هذه الاتفاقية كانت ترتب للوصول إلى قيام دولة فلسطينية بعد 24 عاما. ما الذي تم من هذه الاتفاقية، وما هو المنظور على حسب المعطيات الموجودة حاليا على أرض الواقع؟ هذا هو موضوعنا اليوم الذي نطرحه مع ضيفينا الكريمين، الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح. أهلا بحضرتك يا دكتور. وأيضا الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بحضرتك. سمحونا في البداية أن نخرج إلى هذا التقرير الذي يذكرنا بما حدث منذ 24 عاما عند توقيع اتفاقية أوسلو للسلام. 24 عاما مضت على اتفاق أوسلو، والذي تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993، وتم تسمية الاتفاق نسبة للمدينة النرويجية أوسلو والتي تم فيها المحادثات السرية قبيل التوقيع عليها. ويعد الاتفاق حصيلة مفاوضات سياسية رسمية ومباشرة بين الجانبين، وشكل منعطفا مهما في مسار القضية الفلسطينية، بحيث أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، ورتب لإقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونصت الاتفاقية أن يتم الانتهاء من المفاوضات بشأن القدس وحق العودة الفلسطيني والمستوطنات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية والحدود، إلا أنه لم يتم البت في تلك النقاط الهامة حتى الآن. ومنذ توقيع الاتفاقية ارتفعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة دون التوصل لحل لمسألة التوسع الاستيطاني، ووسط صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الخروقات، حيث ارتفع عدد المستوطنين من 100,000 إلى 750,000 بعد توقيع الاتفاقية. ويرى المحللون الفلسطينيون أن الاتفاقية ألحقت الضرر للشعب الفلسطيني برفض إسرائيل مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكم بقدرة الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني، لا سيما مع اتخاذ إسرائيل إجراءات أدت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال. أهلا بكم من جديد. نبدأ دكتور أيمن، يعني إذا أردنا مراجعة 24 عاما مرة واحدة بالتأكيد سيكون يعني هناك تفاصيل كثيرة، لكن نبدأ بالتوقيت الذي تم فيه توقيع هذه الاتفاقية. وقلنا أنه الفكرة طرحت أثناء مؤتمر مدريد للسلام عام 91، وبعدها بعامين تم توقيع اتفاقية أوسلو. دخول النرويج على الخط وانحصار الاتفاقية بين الطرفين الرئيسيين من دون أي جوانب عربية أخرى، فقط بحضور غربي، ما هذه الأجواء التي صاحبت توقيع الاتفاقية؟ يعني اتفاق أوسلو له ما له عليه ما عليه، يعني من الجزء من الفلسطينيين المؤيدين أو العرب المؤيدين لاتفاق أوسلو لهم رؤيتهم، ومن يعارض ذلك له رؤية. كما تعلمون أن تتحدثين عن إرهاصات ميلاد أوسلو أو اتفاق أوسلو، كان يسبق ذلك الكثير من القضايا. أنا أعتقد أنه الغاية في الصعوبة، أولا عام 91 أنا أعتقد أنه كان عام عندما عقد مؤتمر طبعا مدريد، كان هناك شروطا ولم نستطع الفلسطينيين أن نرفض ذلك، لأنه كانت هناك أزمة الخليج، انهيار الاتحاد السوفيتي، لم يعد هناك الحليف الآخر، وكان هناك تفردا من الإدارة الأمريكية. وحتى العرب وافقوا أن نذهب إلى مدريد بوفد فلسطيني بدون أن تدخل منظمة التحرير الفلسطينية، وفد فلسطيني كان الحديث عن وفد أردني، ثم أصبح وفد أردني فلسطيني بعد ممارسة عضو الضغوط اللي شارك فيه المرحوم حيدر عبد الشافي مثلا عن رئاسة الوفد. كان هناك إصرارا بوجود دور لمنظمة التحرير الفلسطيني حتى لا نشطب هذا التاريخ الكبير بذلك. وبالتالي عقد
مؤتمر مدريد بمشاركة طبعا وفد أردني فلسطيني، كانت إصرارا بإشارة رمزيات من خلال ارتداء الكوفية الفلسطينية، ومن خلال الكلمات اللي كانت تحدث إيصال رسائل بأنه احنا فلسطينيين حتى هذه اللحظة لا زال ممثلنا الشرعي الوحيد لمنظمة التحرير الفلسطيني. الأمر كان به إرهاصات كبيرة جدا. جاءت كما تعلمين أيضا في نفس الحقبة كان هناك حرب الخليج الأولى واحتلال العراق للكويت، وما حدث عن ذلك من موقف فلسطيني أجبرنا عليه، لأنه عندما تطلق العراق صواريخ على إسرائيل لا يستطيع أن نكون ضدهم في هذا الحال، وبالتالي طبيعي جدا أن نكون مع من أطلق صواريخ على إسرائيل. الأمر كان بالنسبة لنا حساسا، الشارع الفلسطيني بنشوته كان مع من يطلق صواريخ تجاه إسرائيل، وهذا الأمر جعلنا نؤيد مثلا العراق، هذا مأخذ من ضمن المأخذ التي أخذت علينا لاحقا بالضبط، أنه إحنا أيدنا احتلال العراق ولم يكن هذا حقيقة احتلال الكويت، احنا كنا ننظر في هذا الهجاء ايضا، يعني هذا فيما يتعلق باسرائيل فقط يعني في هذه بالضبط القضيه بالضبط من ناحيه وطنيه، وبالتالي هذا وضعنا في دائره اخرى في موضوع الحصار العربي وتقليص المال على العرب. وانا اقول لك في قضيه قليلون يتحدث عنه ايضا، انحراف انتفاضه الحجاره، نتحدث في عام 91 92 في انتفاضه الحجاره بدات تخرج عن ذلك، بدا هناك سيطره بعض المسلحين ل 87 92 انتفاضه الحجاره، يعني في 87 كان هناك تكاثف شعبي التفاف جماهيري كان ايجاعا للاحتلال ونقلا، دائما نتحدث نقل الانتفاضه او نقل الثوره من الخارج الى الداخل لاول مره تبدا المعركه في الداخل الفلسطيني. هذا كان بالنسبه لنا انتصار، لكن دخل الاحتلال على الخط، شكل وحدات خاصه باسم المستعربين يدخلون بنفس الاشكال يقتلوا فلسطينيين في الشارع ونرتبك هل هو الذي قتل عميلا ام مواطن عاديا. هذا الامر بمجمله ايضا احدث ضغطا على السلطه او على القياده منظمه تحرير فلسطين حينه في كيف تحتوي الحاله، كانت بدات عمليه انه نحن نعتقل فياتي جيل جديد غير مدرك لهذا الامر، يعني انا كنت من يعني شاركوا في الانتفاضه، بالتالي كان الامر يحدث خلل عندما نعتقل حتى ياتي جيل جديد، كان الامر يحدث فيه كثير من الفساد. الاحتلال ايضا دخل في هذا الجانب، بالتالي هناك ثلاث عوامل اعتقد لعبت دورا في قبولنا بأوسلو. دخلت في هذا الامر اغلقت اقول لك بشكل واضح او مسمناه ما احنا مفاوضات الكاردورات في الطرقات بينه وبين الجانب الاسرائيلي وبرعايه واشنطن، اغلقت كل الطرق في وجهنا، فكانت البوابه التي فتحت بوابه خلفيه برعايه اقول لك امريكيه، برعايه طبعا بوجهه نظر اوسلو، لانه اوسلو بالنسبه لنا او النرويجيين كانوا مقبولين يعني، وانا اقول لك بامانه انه كانوا بحبونا كفلسطينيين، وبالتالي كان الامر اكثر سلاسه في الوصول للرؤى. نحن كان لدينا الكثير من الاعتراضات هنا، حتى قبل ان تنتقل من هذا الموضوع لانه احنا سنتحدث عن لهذه الاتفاقيه وما عليها، لكن نحن نتحدث عن الارهاصات، وحضرتك اعطيتنا فكره عن الارهاصات او الظروف التي دفعت السلطة الفلسطينية وقتها للقبول بهذه الاتفاقية. وجود الجانب الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر في عند توقيع اتفاقية أوسلو والدور الذي قامت به النرويج، هل كان بضوء أخضر أمريكي، وهل يعني تم استغلال الفرصة يعني بسبب الظروف التي تحدث عنها الدكتور التي تعيشها فلسطين حتى يتم الضغط باتجاه يعني قبولها؟ أنا بعتبر أن أوسلو هي جزء من المؤامرة، يعني أوسلو هي جزء من المؤامرة، والمؤامرة بدأ من بدري، المشروع التقسيمي والتفتيتي والمشروع الصهيو أمريكي في المنطقة بادئ يعني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإعلان الكيان الصهيوني كدولة ودخول الأمريكان كقوة عظمى بقى في العالم، وبالتالي بدأت تلعب دور وعايزة تظهر دورها كقوة عظمى في دعم هذا الكيان. ويعني المشروع كان هناك مشروعين، المشروع استعماري وفي مقابله مشروع قومي عربي يعني يحاول أن يعني يسعى لوحدة حقيقية ويحرر الأرض العربية المحتلة، والقضية الفلسطينية هي القضية الأم لهذا المشروع، وبالتالي يعني كانت المعركة معركة طويلة ومحتاجة نفس طويل. وفي خضم هذه المعركة تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية في منتصف الستينيات، ويعني كانت يعني من قلب تخرج من قلب هذا المشروع العربي المقاوم، واللي كان بيتقوده مصر والزعيم جمال عبد الناصر في محاولة يعني توحيد الصف العربي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بشكل حقيقي. ويعني تآمرت
يعني او نجحت المؤامره في يعني يعني ايقاع جمال عبد الناصر في مأزق حقيقي في نكسة 67 وتبعها يعني محاولة يعني أخرى لدخول حرب حقيقية والاستعداد من خلال حرب الاستنزاف. والرئيس جمال عبد الناصر كان يجهز منذ مطلع يعني منذ نهاية يعني الستينيات وأثناء حرب الاستنزاف كان يجهز لحرب تحرير شاملة تشارك فيها كل القوى العربية، يشارك فيها يعني الشباب الفلسطيني، يشارك فيها سوريا العربية. لكن هذا بالنسبة للفلسطينيين هذا لم يحدث. فهل هل هل وجد الفلسطينيون انفسهم يعني على الارهاصات؟ ما خليني هذه ارهاصات هوصلك للارهاصات خطوتين يعني سرعة عشان انا عارف الوقت ننقل يعني نجحت بعد طبعا كانت حرب اكتوبر لابد ان تكون حرب تحرير شامله، والخطه اللي كانت موضوعه يعني وطبعا كل الخبراء العسكريين يعرفوا كده كانت اسمها جرانيت واحد اللي وضعها جمال عبد الناصر. جرانيت واحد كانت اسمها حرب تحرير شامله. للأسف الشديد رحل الزعيم جمال عبد الناصر فجأة واستكمل بقى الرئيس السادات وخد المعركة ودخل حرب أكتوبر، ورئيس السادات استبدل في خطة يعني الحرب بحيث أنها الرئيس السادات كان من يعني الثعالب في السياسة وليس من الأسود كما كان جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر قال لهم قال إسرائيل في أعقاب النكسة مباشرة في مؤتمر الخرطوم لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، وما أخذ بالقوة سيسترد بالقوة، وانتهى هذا. وكان هذا هو الموقف يعني الصامد الحقيقي للرئيس جمال عبد الناصر. الرئيس السادات نجحوا بقى، نجحت السياسة الأمريكية والمؤامرة الأمريكية في يعني جر رجل الرئيس السادات لان الحرب تبقى مش حرب تحرير، تبقى جرانيت واحد تستبدل بجرانيت اثنين اللي هي ليست حرب تحرير شامله ولكن هي حرب تحريك من اجل الدخول في مفاوضات سلام، وهذا ما حدث. وكان شرخ صحيح اول شرخ على فكره لانه طبعا الجانب الفلسطيني معروف جدا موقفه من اتفاقيه السلام التي وقعتها مع الجانب الاسرائيلي. ما انا لسه هقول بقى ايه اللي حصل. طب احنا بعد ما وقعنا وكانت الرئيس السادات وقع ويعني قدروا يفصلوا عن الجسد العربي وعن المشروع القومي العروبي المقاوم، اكبر دوله عربيه ودوله من دول المواجهه اهم دوله. طيب لما فصلوا ده ايه اللي حصل بعدين؟ اللي حصل بعدين انه يعني انهكت الثورة الفلسطينية وأنهك المشروع القومي العروبي المقاوم. ظلت سوريا هي الحاضن الرئيسي، استبدلت دورها بدور مصر وأصبحت هي يعني التي تتقدم هذا المشروع. الرئيس حافظ الأسد رحمة الله عليه يعني هل تتفق يعني احنا بنسير في نفس الطريق تقريبا انه كانت الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية كانت في هذا التوقيت صعبة للغاية. طيب استكمالا لما قاله دكتور محمد، هل يعني رأت الجانب الفلسطيني رأى في الجانب العربي حالة من الضعف أو عدم المساندة الكاملة وبالتالي ذهبت لتتفاوض هي مباشرة مع إسرائيل بوجود غربي بحت، وهل هذا كان مكسبا أم خسارة؟ يعني أنا سأبدأ من ما قاله. يعني بعد عودة أبو عمار لقطاع غزة كنت لسه يعني مليش شهرين مفرج عنه من سجون الاحتلال، فكان اجتماع ل 120 كادر فلسطيني وفتحاوي. أبو عمار تحدث بشكل واضح، هو أنا أبو عمار رحمه الله أسد يعني بكل معنى الكلمة، قال أنا لا يعجبني أسلو كما هو لا يعجبكم، لكن هذا أفضل وعليها مآخذ كثيرة. هو بالضبط هو وعليها مآخذ كثيرة، وهو أفضل. وأنا هنا سأتحدث كلمة قالها أعتقد أنه نحن لم نحافظ عليها كفلسطينيين، وعليها الكثير من التحفظات. أنا أتحفظ أكثر منكم، ولكن الظروف العربية المحيطة والظروف الإقليمية والظروف المحلية فرضت علي ذلك. وقال كلمة أخرى، ما تنزلوش مع الجبل يا أخوانا. أبو عمار لهجته مصرية، يعني أبو عمار ده منقول أنا فلسطينية الجنسية مصرية مصري الهوى، فلهجته مصرية، فقال ما تنزلوش مع الجبل يا أخوانا. أعتقد أنه ما تنزلوش مع الجبل هي مأخوذة يعني هو من حديث الرسول. هو في كان يرى فيها خطوة، إنه خطوة بالضبط يطبعها خطوات نحو التحرير. هذا رؤية. طب كيف كان رد الفعل العربي على هذه الأشياء؟ للأسف الشديد أنا أقول لك بشكل آخر، الحالة العربية كانت حالة ممزقة حتى يعني. بس هم ذهبوا يا دكتور يعني اسمح لي، هم ذهبوا حضرتك لي يعني بعد حرب الخليج والأزمة اللي عملها صدام حسين وبعد حرب تحرير الكويت
اضطرت انه يعني الذهاب لمدريد كان ذهاب مختلف، لانه ما كانش وفد يعني او كان سلام عربي، ما كانش سلام ماشي فلسطيني اسرائيلي وهو هي دي هم ولا كان يعني ما هو بصي وادي عربه واصله اردن نجحوا هم نجحوا يعني حافظ الاسد راح، حافظ الاسد قائد حقيقي ماشي. وحافظ الاسد رايح ومعاكم واخدكم في ايده ورايح، وانتوا خلاص يبقى الموقف لابد انه يبقى موقف موحد. للاسف المشروع الصهيوني الامريكي يلعب على فكره التقسيم والتفتيت فيما يتعلق شق الصف العربي، شق الصف فيما يتعلق بالموقف. ما هذا هو كان سؤالي يعني هل دخول النرويج على الخط أنا كان مقصودا وكان أنا يعني مدروسا دائما يعني انا اقول لك عندما قلت ان اوسلو وابو عمار قال لها ما له عليهم عليها، انا اتحدث بشكل اكثر وضوحا عندما كانت حرب بيروت 82. إن أدنى نعود للتاريخ في محطة صغيرة، أنا أعتقد أن الأحداث متراكمة متسلسلة. صحيح. أنت حدثنا في عملية المشروع الصهيو أمريكي بالضبط. الحركة الصهيونية نجحت في ذلك، ولكن للأسف عندما خرجت الثورة الفلسطينية من 82 تشتتت في أصقاع الأرض عام 83، لم يعد لنا قوة فلسطينية في خط المواجهة. سوريا أخي العزيز لا كانت لا تسمح بتنفيذ عمليات من الأرض السورية، وهي أكبر حدود واصلة بين فلسطين ودول عربية أخرى سوريا، بحجة أنه نحن نذهب في إعداد التوازن ولا نريد أن ننجر لمعارك فردية كما كان يحدث في الأردن وبيروت. هذا الأمر لأنه في خطة استراتيجية اللي دخل حرب تشرين وإحنا لا نتحدث عن أسباب اسمح لي دكتور، وإحنا لا نتحدث عن أسباب ذلك لكن نتحدث عن نتائج ما حدث تاريخيا. أنا زرت سوريا وأحب سوريا وأحترم سوريا، لكن أيضا كما هو لهم ما أخذ على الثورة الفلسطينية لنا ما أخذ، لأنه كان قد أقفلت الحدود باتجاهنا بشكل عام ونحن تشتتنا في أصقاع العرب. لم يعد لنا قوة في اليمن، نحن ماذا نفعل من اليمن يعني؟ ماذا نفعل في تونس؟ في 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 لبنان أصبحنا قلة قليلة منزوعة السلاح أو من معه سلاح ممنوع أن ينطلق بعمليات. لم نعد يعني الثورة الفلسطينية لم تعد قوة، حصرت في المال، كان مطلوب أن تنتهي منظمة التحرير الفلسطينية. كما أنا أقول النقطة التي ذكرها دكتور محمد هي الذهاب يعني ذهاب الجانب الفلسطيني إلى مدريد كان مختلفا عن ذهابه الى اوسلو، كان يذهب مدريد في حاضنه مدريد عربيه. مدريد لم يكن هناك وفدا فلسطينيا كما انا مصر من هلالين، كان وفدا اردني فلسطيني. لم تكن منظمه التحرير الفلسطيني ممثله بناء على طلب اسرائيل وامريكا. كان امامنا خيار ذهبنا مع سوريا، وهنا من ضمن القضايا اللي حدثت شرخ في الحاله العربيه. نحن وقعنا اتفاق طبعا الاردن تفاجات وسوريا تفاجات، مصر لم تتفاجا لانه كانت مصر مشاركه بالتفاصيل. وهنا كانت رؤيه طبعا عمار التقارب من مصر قدر ابتعدها عن أوسلو، قدر ابتعدها عن كامب ديفيد عفوا. بالتالي أبو عمار تواصل مع مصر في 82، في 83 أبو عمار أصر أن يخرج هنا بعد أن تذهب السفينة التي تأتي به. يعني أنت وأنت رايح مدريد عندك موقف صلب وعندك مفاوض صلب، حافظ الأسد مفاوض صلب، حافظ الأسد جعل الأمريكان رقع الأمريكان والدليل على هذا. وأنت هناخد من المفاوض الصلب. لا لا عندي مشكلة. عشر سنوات من المفاوضات من 91 ل 2000 لغاية وفاته لم يفرط في شبر واحد من الارض، وقال لا انا على استعداد ان اورث شعبي قضيه يناضل من اجلها على ان اورثه سلاما مذلا. وهذا وكلام حافظ الاسد هو الذي يعني الرجل في ذمه الله وفي ذمه التاريخ، لكن حقيقه الامر ان حافظ الاسد هو موقفه هو الموقف الصحيح، جمال عبد الناصر هو موقفه الصحيح، وكل من ذهبوا تجاه يعني سلام مزعوم مع اسرائيل يعني نتائجه معلومه على الارض. يعني لازال كل الثلاث اتفاقيات يتم انتهاكها، كامب ديفيد واوسلو وادي عرب يتم انتهاكهم من قبل الكيان الصهيوني. أنا أتفق ده لا سلام معاه، يعني ده عدو لا سلام معاه، ولا بد ان ندرك طوال الوقت انه هو العدو الاول لنا وهو لاعب. طب ما الذي كان على الفلسطينيين اذا دعنا نسمع هذا الراي، ما الذي كان على الفلسطينيين ان يفعلوه؟ اذا لم يكن اتفاق اوسلو قد وقع، ما الذي كان سيجري الفلسطينيين؟ انا هقول لحضرتك انا مع دكتور ايمن في طرحه. انا يعني انا يعني اكثر قربا من فتح، ويعني اعز يعني هذا الفصيل بشكل كبير. هذا فصيل مقاوم، وكانت الثوره قد انهكت بالفعل، وهذه المنظمه كانت قد انهكت بالفعل ومحاصره، والشعب الفلسطيني مش عارف يعمل ايه لدرجه مش عارف يتحرك، يعني مش عارف ما فيش جواز سفر للاسف. ما الذي كان امامه اذا؟ يعني نحن متفقون على ان الثوره كانت منهكه وكانت منهكه كان على الإخواننا الفلسطينيين وعلى
يعني يعني الرئيس الراحل أبو العظيم أبو عمار إنه كان، وطبعا هو بعد كده يعني خلينا نشوف النتائج يعني أبو عمار لا مش مش في مش في مش 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 في مش في اللحظة وبس، حتى بعدين أبو عمار أكثر من ندمه من محاصرته، ده هو ده هم قتلوا الرجل يعني 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 مات كمدا يعني، فهم حصروه وهو ندم على هذه الخطوه يعني يعني ابو عمار ذاته هذا هذه القياده التاريخيه العظيمه ندم على هذا الاتفاق وعلى توقيع هذه الاتفاقيه، والرجل كان يعني متمسك وكان لديه او كان يناور من اجل انه يبقى او يضع قدمه على ان تستمر الثوره الفلسطينيه. يعني ابو عمار كانت له رؤيه بأن أنا أعود على الأرض، أعود على الأرض لأحمل السلاح بالضبط. نحن أدخلنا 120 ألف مقاتل فلسطيني تدربوا في سنوات الثورة، 120 ألف مقاتل. أنا عندما أعود إلى الأرض الفلسطينية 120 ألف مقاتل أعتقد مهم جدا، وهذا ما لاحظناه في انتفاضة الأقصى عام 2000 من شارك بعد ذلك طبعا روضت الثورة وانتهوا وقتل عدد منهم. ما هي دي بقى يا دكتور أيمن فكرة اللعبة على المتناقضة، يعني إزاي أفتتك من الداخل؟ اسمح لي هو ده مشروع التفتيت من الداخل. طيب احنا يعني على المام الآن بالظروف والملابسات التي أحاطت بتوقيع هذه الاتفاقية، ننتقل الآن إلى رام الله. ينضم إلينا السيد واصل أبي يوسف عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية. سيد واصل، يعني من ضمن المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون بعد اتفاق بعد توقيع اتفاقية أوسلو كانت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وإنشاء أيضا برلمان فلسطيني، وكان من المفترض البناء على هذه النقاط، لكن الموقف جمد تماما بعد الحصول على هذين المكسبين. رؤيتك لهذه الاتفاقية بعد 24 عاما؟ أنا بعتقد بتقييم سريع باتفاق أوسلو الذي مضى عليه 24 عاما والذي كان يتعين أن يكون لمدة 5 سنوات تنتهي في شهر مايو 99، فعل الأمر الواقع تم تمديده حتى اليوم. الاحتلال كما هو معروف بتقييم سريع لم يلتزم بأي من هذا الاتفاق، وخاصة على المستوى سواء الاقتصادي أو الأمني أو حتى السياسي، وأيضا كان يحاول الاستفادة من الاتفاق بقدر ما يمكن أن يعكس على مصالحه فقط. وبالتالي ربما أن الإشحاق الذي وقع في حقوق الشعب الفلسطيني، وتحديدا عندما تم تأجيل الاستيطان الاستعماري كملف وموضوع القدس واللاجئين وكل ذلك، والآن يعني بعد 24 عاما نرى كيف تضاعف الاستيطان الاستعماري عدة مرات، وكيف تقوم حكومات اليمين المتطرف وحكومات الاحتلال جميعا بما يمكن أن يحول دون أقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس من خلال تواصل ما تقوم به بفضل الوقائع على الأرض، وأيضا محاولة شطب حق العودة للاجئين والابتعاد عن كل قرار تشريعي دولي يكون دولة لتضمن حقوق الشعب الفلسطيني. كل الأحوال سمعت قبل قليل كما أشرتم الشهيد الخالد ياسر عرفات رفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بثوابت منظمة التحرير الفلسطيني، والذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنا جسيما من أجل تحقيقها، مئات آلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير مصير وأقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس. طيب سيد وصل، متى كانت مآخذ السيد الزعيم الراحل أبو عمار على اتفاقية أوسلو، وما الذي شجعه في النهاية لتوقيعها؟ يعني مدى كان الفلسطينيين متفائلون به، وما الذي يعني اضطروا للموافقة عليه؟ الشهيد ياسر عرفات كان يعتقد أنه يمكن أن يتم بناء الدولة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية، ويمكن إلزام حكومة الاحتلال آنذاك من خلال إرادة المجتمع الدولي بما ينوي حول قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس. أنا بعتقد أنه يعني شعر الشهيد الخالد ياسر عرفات كأن هناك محاولة للتضليل، هناك محاولة لفرض الوقائع على الأرض، هناك محاولة لخلق وقائع تحديدا في مدينة القدس والحديث عن أنها عاصمة للكيان وإخراجها من أي مفاوضات ومحاولة شطب حق العودة للاجئين على أساس الديمقراطية وغيرها تحت رائع مختلفة، وأيضا ما كانت تقوم به حكومات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض من خلال بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير آبها بكل القرارات الشرعية الدولية وقوانين الدول. لذلك عندما شعر الشهيد ياسر عرفات عندما تم الذهاب إلى قمة كامب ديفيد 2 وكيف كان هناك ضغطا أمريكيا من أجل المساس بحق عودة اللاجئين والمساس بالقدس، رفض الشهيد خالد ياسر عرفات أي مساس لهذه الحقوق المسدودة بالقرار الشرعي الدولي وقوانين الدولي، وقال آنذاك للأمريكان
أنا ذاهب إلى فلسطين وأخرج في جنازتي، وعندما تم تهديده حول القدس واللاجئين، وبالتالي يعني كان عطل الموقف الذي يعني دفع الشهيد خالد صفات حياته ثمنا له. لذلك القيادة الفلسطينية اليوم أيضا تمضي على ذات الدرب، لا يمكن أن نفس وقوع الشهادة الفلسطينية الثابتة والسكر شهيد وليقان دولي مهما عظمت المخاطر والجسام والتحديات. نحن نمضي قدما على ذات الطريق، لا يمكن حياد اي من القياده الفلسطينيه والرئيس عبد المعز والقياده الفلسطينيه عن قياده منظمه التحرير الفلسطينيه تمضي قدما لاجل تحقيق الاستقرار للحريه واستقرار الشعب الفلسطيني. نشكرك شكرا جزيلا السيد واصل ابو يوسف، عضو لجنه تنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه من رام الله. دكتور ايمن، اذا كان الرئيس عرفات عنده امل في يعني اثناء الفتره الانتقاليه بان تقوم الدوله الفلسطينيه، ما الذي وقف حجر عثرة دون ذلك؟ يعني أنا أقول لك كما أشرت أنه في بداية حديث أن أبو عمار تحدث أنه ما تنزلوش على الجبل. أبو عمار كانت رؤيته أنه هاي مرحلة انتقالية ويؤمن بالمرحلية ويؤمن أنه هاي خطوة لإكمال مشروعنا الوطن الفلسطيني. أبو عمار تفاجأ أنه بعد 5 سنوات من اتفاق أوسلو، وبدأ بحسب الاتفاق أنه بعد 5 سنوات تبدأ الحديث في خطوات الحل النهائي، أن الاحتلال بدأ يعني يتهرب من ذلك. يتحدث انه ليست هناك مواعيد مقدسه، ثم اغتيل رابين في فتره لاعاقه ايضا هذا الامر. اعتبر ابو عمار ان الاحتلال بدا بتشغيل ادواته او الحركه الصهيونيه في عدم اكمال هذا المشروع. كما للاحتلال كما للعرب يعني تحفظات على اوسلو، ايضا للاحتلال ايضا تحفظات، انك وجدت كيان فلسطيني في داخل انت مش معترف فيه، مجرد كيان فلسطيني انت مش معترف فيه اصلا، مجرد انه يكون في كيان معناته انت اعترفت بالشعب الفلسطيني. هذا كان ايضا لدى الاحتلال بعض من يرفض ذلك، بخاصه اليمين المتطرف وعددهم يعني مش قليل، يعني اليوم نتحدث عن 37% من المجتمع الاسرائيلي من الحاردين والمتطرفين اليهود، فهذا الامر خطير جدا. هذا الاسلوب اللي جعل انه خروج من قتل رابين وغيره من لا يرفضون السلام وبدأوا المعيقات. انا اعتقد انه ابو عمار اكتشف كما تحدث السيد واصل في كامب ديفيد، اكتشف ان هذا الوهم تلاشى، انه خلص وضع الاسد في القفص. وانا اتحدث، انا كنت في احدى المحاضرات في القدس، فكان دينيس روس هو المحاضر، فقال قبل ان يتم اغتيال ابو عمار في عام 2000 بدايه انتفاضه الاقصى، قال عندما تاتي باسد ولا تستطيع ترويض ماذا تفعل به؟ هو تحدث دينيس روس لست انا، يعني أمام خيارين، إما بتقتله أو بترجعه الغابة تاني. فأبو عمار أمام خيارين، تحدث عن ذلك، إما بنقتل أو برجع برة تاني، اخرج برة تاني. أبو عمار اختار أن يكون شهيدا، وتحدث عن ذلك شهيدا. صحيح. أبو عمار كما أشرت هو كان يتحدث لنا ما تنزلوش مع الجبل، يعني لسه مش مرحلة غنائم، وبالتالي معركة حرب. في عام 2001 قبل أحداث 11 سبتمبر ضبطت السفينة التي كانت كارين إيه، التي كانت محمله باسلحه، وقال واعترف من كان يركبها ان من مولها ابو عمار، وبالتالي كان هو رؤيته انه يحضر اسلحه ثقيله. خلاص اكتشف الامر انه ما فيش اكمال للمشروع السياسي، فخلاص نبدا بالمعركه العسكريه. ابو عمار كانت هذه رؤيته، فضبطت هذه السفينه قبل احداث 11 سبتمبر، ولم يستطع طبعا، اعترفوا ان ابو عمار من مولها بمبلغ ضخم يتعدى ال 20 مليون دولار في اسلحه ثقيله جدا، ضبطت في عرض البحر، كانت قادمه من قبرص. حدث احداث 11 سبتمبر، ابو عمار حاول ان يعني يبدا ادرك ان الان سندخل في موضوع مكافحه الارهاب، فسيوضع الفلسطينيين على المقصله بانهم يؤيدون الكفاح ضد الاحتلال، وسيصنفوا من ضمن الارهاب، وانهم يؤيدون عمليه ارهابيه، خاصه انه كانت في عمليه استشهاديه على اوجها في هذه الفتره، ولكن لم يستطع. وراينا صوره وهو ذاهب للتبرع للقتلى في امريكا من باب ايضا ارسال رساله، ولكن كان الامر قد ذهب ادراج الرياح، وبدات الاحتلال في طبعا، وجميعا استمع للمكالمة التي كانت بين بوش وشارون بأنه يجب أن نخلص منه ويجب أن يتدخل الرب، وقال له أتركه للرب، فقال له الرب يريد من يساعده، وبالتالي وضعت خطة اغتيال أبو عمار الذي أعتقد أنه تصفيته كانت منذ عام 2001، ولكن تمت بشكل فعل عام 2004. طيب يعني اغتيال أبو عمار وقدوم رئيس آخر الرئيس أبو مازن مرحلة جديدة، بس خليني قبل ما يعني خليني أخذ نص دقيقة نص دقيقة يعني أنا بس عايز لا يعني نص دقيقة، لأنه طبعا يعني أنا عايز بس أفرق في مرحلتين من عمر أبو عمار. أبو عمار السائر وده يعني دي خدت فترة يعني طويلة من عمره،
وأبو عمار القائد السياسي أو أبو عمار رئيس الدولة أو مسؤول المنظمة السياسية التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني. لابد من التفرقة ما بين الاثنين، لأنه يعني تصرفات وسلوكيات والتحديات الموضوعة أمام قائد الثورة شيء، والموضوع أمام رجل الدولة الذي يتحدث باسمه. اتفاق أصله كان بمنطق رجل الدولة. أنا أعتقد أن أبو عمار تنطبق عليه مقولة برنارد شو: إن لم تكن ثوريا في العشرينات فأنت إنسان بلا قلب، وإذا ظلت ثوريا في الأربعينات فأنت إنسان بلا عقل. يعني كان هذا ربما تطورا طبيعيا طبيعي. لكن ظل أنا يعني اعتقادي يعني اعتقادي أنه أبو عمار لم يكن بالحنكة السياسية ولا بالقدرة السياسية اللي هي أنه يناور، لأنه كانت بتغلب على أبو عمار النزعة الثورية. وعشان كده هو طوال الوقت كان في صراع مع نفسه، هل يغلب مصلحة القائد السياسي اللي عايز ياخد أي مكاسب أو يحقق أي مكاسب، وخاصة أنه يعني كان شايف قدام عينه أنه بيحاصر وأن العمر بيسرقه وأنه تم يعني إنهاكه بشكل حقيقي دون تحقيق مكاسب حقيقية. لكن هنا بقى هنا ودي بقى إشكالية لدى كثير من يديرون العمل السياسي مع العدو الصهيوني. لابد ان احنا ندرك طوال الوقت ان العدو الصهيوني لديه مخطط وبينفذ مؤامرة ليس فقط على فلسطين العربية ولكن على الأمة العربية بأكملها. ولديهم حلم اسمه إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. طيب. هذا الحلم لن يتخلوا صحيح. عنه طيب. نخش بقى معه في مفاوضات نعمل معه اتفاقيات استسلام نعم. طيب اسمح لي بس في النهاية بيصب في دكتور أيمن قال أنه كانت هناك بعض المكاسب للفلسطينيين في اتفاقيات أوسلو وكان مضغوط على الإسرائيليين للقبول بها، لماذا أولا؟ وما هي المكاسب التي حصل عليها الإسرائيليون بعد توقيع هذه الاتفاقية في المقابل؟ يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو نجحوا مرحليا في حاجتين. الحاجة الأولانية أنه يعني في ناس كتير تعتقد أن دخول إن الدخول والتمكين ده هيسمح لا، هو قافل عليك، هو عمل كماشة عليك بالداخل وابتدى يعني يزرع الفتنة ما بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. هو ده. وعلى فكرة يعني لو تمكنا، وهو دي الأزمة، انت بتشتغل، احنا بنشتغل على فكرة الوحدة وهو بيشتغل على فكرة التفتيت يفتت موقفك. فانت دلوقتي انت قدام تحدي حقيقي، كل مشروعات وكل مساعي وكل توحيد الصف فشلت. طيب. وبالتالي انا بشوف انه احنا ساعدنا، يعني احنا ساعدنا هذا العدو الصهيوني في انه يحقق، احنا كعرب طبعا احنا كعرب وكعرب فلسطينيين بعد أوسلو بالذات ساعدنا في ده. يعني التنظيمين الكبار، يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، في تنظيمات فلسطينيه انا برفع لها القبعة وبشوفها لانها ما زال زي فتح الانتفاضة، دول رفضوا وقالوا احنا ما زلنا متمسكين ورغم انه تنظيم عسكري معلش حتى ولا عملية حتى عملوا عمليات صغيرة لا 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 صغيرة. ولا زالوا يقوموا بعمليات صغيرة وفق امكاناتهم وقدراتهم، لكن لا زالوا متمسكين بحمل السلاح حتى اخر نفس. عن الواقع صحيح، نتحدث عن الواقع دكتور. الواقع ان التنظيمات الكبيره مش قادره للاسف الشديد، التنظيمات الكبيره رمت السلاح على جنب ووقفه تتفاوض وقاعدين في فنادق الخمس نجوم. يعني قاده حماس قاعدين في فنادق الخمس نجوم في تركيا وفي قطر، ما خلنا هنقول يعني هنقول دكتور محمد، يعني طبعا موضوع المقاومه هذا جزء من القضيه الفلسطينيه، هناك جانب سياسي، هناك جانب قتالي ميداني. لا لا في حالة بص يا استاذة جينا، في حالة احتلال الارض، في حالة ان عندك ارض محتلة، المقاومة تبقى رقم واحد وتتصدر، والسلاح وحمل السلاح يأتي في المقدمة، وبعد كده كل بقى المناورة السياسية مطلوبة، المحاولات يعني للتفاهم موجودة. لكن خليني أؤكد أن المقاومة تتصدر المشهد. صحيح. لكن لما المقاومة تتراجع ونشوف أن للأسف الشديد أنا بقولك بالوقت أبو عمار فضل أنه يموت على الأرض وهو حامل سلاح. دكتور محمد
تفضل دكتور. متفق. انا اتحدث بواقعي، في قمه سرت في اخر قمه في قبل تفتيت المنطقه العربيه وزياده مشروع 2010. رفع القيم الربيع الربيع العبري الخريف الربيع الربيع الصيف 2010 قبل ان نصل في هذه المعركه في نجاح الحركه السنيه في يعني رفع قيم الصراع في المنطقه العربيه صحيح. وتفتيت صحيح. وقف الرئيس بشار الاسد وقال يجب ان تتبنى الثوره الفلسطينيه المقاومه. انا اتحدث ما لي وعلي، فتحدث طبعا ابو مازن بشكل واضح. انا اليوم انا مختلف عن ابو مازن، ولكن تحدث بشكل واضح انه يجب اولا ان يسقط العرب المبادره العربيه للسلام، وان يعلن العرب تاييدهم للمقاومه مجتمعين. الان في قمه عربيه مجتمعين، ونحن جاهزون فلسطين ان نكون راس الرمح. طيب المبادره يعني، بس حضرتك يعني اتيت الى نقطه مهمه. هي مرحله مهمه في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، الاتفاق المبادرة العربية للسلام التي تم تبنيها في القمة العربية في عام 2002 في بيروت. لماذا طلب أبو مازن بإسقاط هذه المبادرة؟ هو ردا على الرئيس بشار الأسد عندما طلب منه أن يعلن الفلسطيني المقاومة، لأنه الاحتلال خلاص فيش أوسلو، فيش مشروع وطني، يجب أن تتحول الفلسطيني إلى مقاومة مسلحة مع الاحتلال. فقال له بشكل واضح نحن جاهزون، ولكن اسقط المبادرة العربية. لا يجوز أنا أتحدث فلسطين أننا لا أريد سلام مع الإسرائيليين، وأنا أريد السلام ولكن بفوهة البندقية، وعمق العربي مش حامي ظهري. وأنا أتحدث أيضا هنا في من ضمن أيضا جزء من الذي دفع على الثورة الفلسطينية القبول بأوسلو أيضا على الهامش. أنا أقول لك في سوريا الفلسطيني كان يعامل معاملة السوري الفلسطيني، وكان يحمل حتى جواز اللاجئ كان له احترام. أنا زرت سوريا في عام 98 صحيح. هناك احترام للفلسطيني في سوريا، ويعامل كمواطن عربي. الأردن الفلسطيني على سبيل المثال يصنف نوعين، الفلسطيني الضفة الغربية هو مواطن مرحب به، والفلسطيني غزة ملعون أبوه، درجة ملعون أبوه للأسف الشديد. في هنا في مصر الفلسطيني يحتاج مليون إجراء عشان يعمل ورقة صحيح. في كل الدول العربية الفلسطيني لم يجد له قيمة واعتبار. هم انتوا بتدفعوا، ما هو من دفع هذا قبل لا يكون في إرهاب ولا من دفع؟ لماذا لم يحتضن العالم العربي الفلسطيني؟ ليس لإسقاط جنسيتهم. يعني أنا بقول لك في سوريا على سبيل المثال كان الفلسطيني لها قيمة، رغم أنه أنا في النظام السوري أختلف أنه فقط شعارات على سبيل المثال، ولكن كان هناك في احتضان. لم شعارات لم تنفذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال مثلا. يعني لو مين اللي بدعم المقاومة؟ كان بدعم المقاومة مين اللي دعم المقاومة الفلسطينية حين كانت فلسطينية وحين كانت تنفذ عمليات؟ من الذي دعم حزب الله وجعله يعني يسقط يعني لا نريد ان نخرج بس عن موضوعنا الاساسي. احنا ما بس خلينا لا ما احنا مش بنخرج يعني بس خلينا لا لما يبقى في لا استاذ دينا لما يبقى في كلام لا لما يبقى في كلام لابد من التعليق عليه. سناتي ليلى حقا بس احنا ماشيين بتسلسل. لا مش شعارات يعني اليوم سوريا هي اخر حصن للمقاومه العربيه، حصن اخر حصن للدفاع عن شرف وكرامه الامه العربيه. وبتدافع بقى على فكره سوريا في معركتها الان الحرب الكونية على سوريا منذ 7 سنوات ليس لا تدافع عن التراب السوري فقط، لكن تدافع عن شرف وكرامة طيب الأمة العربية دكتور كلها. دكتور سنأتي لهذا في النهاية، لأنه ما الذي ما زال مطروحا أمام الفلسطينيين؟ هل المسار السياسي أم مسار المقاومة؟ هذا سؤال لكن سنأتي إليه لاحقا. أنا أعتقد قمة بيروت والمبادرة العربية للسلام ورفض إسرائيل لها، هل إسرائيل يعني لا تزال ملتزمة باتفاقية أوسلو والعرب يتمسكون باتفاقية أخرى هي مبادرات السلام؟ يعني هل يسير كل طرف في اتجاه مغاير؟ يعني أنا أعتقد أنه إسرائيل يعني من سنوات حرقت اتفاق أوسلو ولم يعد له قيمة. في عام 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة. إحنا بس المتمسكين. إحنا متمسكين. وإحنا بنقول إحنا السلطة الفلسطينية. سلطة إيه؟ سلطة على أرض محتلة. بنقول إنه تنسيق الأمن المقدس. ما أنا بقول لك أنا أختلف مع أبو مازن في بعض القضايا في هذا السياق. في عندما انسحب الاحتلال من عام 2005 من قطاع غزة تحدث شارون مباشرة سيندم الفلسطينيين على انسحابنا، سيتمنون اللحظة أن نعود لهم مرة أخرى عام 2005. هل كان الانسحاب من بعد ذلك؟ الانسحاب تم بدون تنسيق مع الجانب الفلسطيني بالضبط. أسمته إسرائيل إعادة انتشار لكن صحيح. هو حقيقي انسحاب. انسحبت ما فيش لم تعد. هل كانت تخطط لما حدث؟ لأنه شارون قال سأترككم وسيقتتلون داخلي. ستندمون وستتمنون عودتنا. بالضبط كان مخطط، لأنه في عام 2005 مؤامرة. انسحب مؤامرة. عام 2006 ضغطت قطر على أبو مازن بإشراك حماس بالانتخابات. عام 2007 حماس نفذت انقلابها الدموي. عام 76 لنعود بالتاريخ أسس سمح لتأسيس مجمع الإسلامي هو نواة الإخوان المسلمين أو نواة حركة حماس 76 تحت نظر الإسرائيليين. وحوسب رابين في عام 89 في الكنيسة قبل أوسلو، 89 90 قبل في أثناء الانتفاضة
عندما كان طبعا يتحدث عن انتفاضة تكسير العظام كما كان يسميها سياسة تكسير العظام، تحدث أمام الكنيسة بأنه هو يتحمل وسائل تتحمل مسؤولية وصول حماس ونجاحها. كانت حماس انطلقت عام 88، بعدها بعام تحدث أنه هو يتحمل مسؤولية ذلك. هذا المخطط، وأنا أيضا أحترم شخصيات في حماس مناضلين وثوار وضحوا بأنفسهم، لكن هذه المؤامرة أحيانا أنت يغرر بك كوطني لتدفع ثمن بعيد عن الوطني. قطر، يعني قطر شو الشعار اللي رفعته قطر عندما جاءت قطر إلى تمويل والضغط على أبو مازن لإشراك حماس دون أن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية في انتخابات عام 2006، واللي كانت ترفض انتخابات عام طبعا 95، ثم جاءت لتشارك في انتخابات عام 2006 وتشرعنها وتنجح، لأنه معروف أنها حتنجح، بالتالي الانسحاب مضمون. لذلك تسأل لماذا الانقلاب حماس نفذ في الضفة في غزة ولم نفذ في الضفة؟ طيب ثم سؤال آخر، لماذا حماس استخدمت الصواريخ في غزة ولم تستخدم الصواريخ في الضفة الغربية؟ أنت لا تعلمين أن أنا لو في رام الله معي صاروخ أنا ممكن أضرب الصاروخ يضرب في مطار بن غوريون. رام الله عالي ومطار بن غوريون يعني تحت مرمى النيران. لماذا لم تستخدم هذا الأسلوب؟ أنه كان مطلوب أن يتم التنفيذ في غزة، يتم تنفيذ مشروع الإسلام السياسي في غزة ويكون نموذج الإسلام السياسي في غزة. ولماذا أنا عندما حدث الثورة أنت رأيت الخلاف بين حماس وسوريا، رغم أنه الوحيد، شوفي سوريا كانت ضد الإخوان المسلمين، ولكن أنا شفتهم بيتعاملوا إزاي في سوريا. أنا شفتهم كانوا بيتعاملوا يعني كرؤساء دول، يعني خالد مشعل في فنادق حماس طبعا، ويعني وبيتعاملوا معاملة، وبعد كده عضوا الإيد ده مشروع صهيو، المشروع الصهيو إخواني. أنا اعتبر ان حماس هي رأس الحربة في المشروع الصهيوني واخواني فيما يتعلق بضرب القضية الفلسطينية وضربها في مقتل. طيب وشارك في ذلك بعض الدول العربية للأسف. أمامنا دقيقة واحدة الآن في الموقف الراهن عدم وجود أي حلحلة في عملية السلام، استمرار في عملية الاستيطان ويعني والتهويد إلى آخره من الممارسات الإسرائيلية. المصالحة الفلسطينية كان هناك وفد من حماس ما زال موجود، وفد من فتح على وشك الوصول. ما هو سقف التوقعات؟ يعني أنا سقف التوقعات أنا محبط. أنا أتمنى، ونحن نتحدث الآن في ذكرى 24 عاما وندرك الوقت قد دهمنا، أو أتمنى أولا أن يكون رئيس أبو مازن بحجم الشعب الفلسطيني وتضحياته، أن يعلن الآن وليس غدا، ممكن في واشنطن يعلن عن انتهاء السلطة. ونحن أنا كدكتور سأدفع ثمن ذلك، أنه سأضحي بقوة أولادي، لأنه في النهاية سأبحث عن مصدر رزق آخر، لأنه بأخذ رزقي من الرزق على ربنا، الرزق على ربنا. وبالتالي أن يعلم مباشرة. أنا عايش في الثورة الفلسطينية ودفعت سنوات عمري مقابل أن أرى في حلمي دولة فلسطينية، وأنا أشعر بالمواطن العربي في كل الوطن العربي، هذا حلمي. لكن أنا أتمنى أن يعلن الحل السلطة، وأن تتحول قوات الفلسطينية إلى قوات مقاومة، وتعلن الاشتباك مع الاحتلال، وأنا أيضا استبعد ذلك، لكن هذا ما أتمناه، ويعلن عن لملمة البيت الفلسطيني، حماس على فتح، على دحلان، على نطاط الحيط، على كل شيء، ولملمة البيت الفلسطيني بما يحتضن الحالة يعني الفلسطينية، يكون هناك صوت في ذكر 24 عاما في أوسلو، أن نعود للثورة الفلسطينية ثم نلملم بيتنا. أبو مازن للأسف الشديد لا يؤمن بالكفاح المسلح. طيب حماس هل يمكن أن توافق على شروط؟ لن توافق، وأنا بأيد كل كلمة بيقولها الدكتور أيمن. أنا مع توحيد الصف الفلسطيني ولملمة الصف الفلسطيني لتطبيق لا تفاوض لا صلح لا اعتراف، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذه كلمات قائدي وزعيمي جمال عبد الناصر، ولا زلت متمسك بها. نعم. ونحن نفرض الحالة على العرب، ونحن سنفرض الحالة. صحيح. نعم. نشكركم شكرا جزيلا، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادة بحركة فتح، وأيضا الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي. شكرا جزيلا. ونشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة.